فيلم يتنبأ بالحرب العالمية الثالثة، عودة للذاكرة قليلاً، استرجاع لما جرى في الحرب العالمية الثانية. القنبلة الذرية ستكون هي نهاية العالم. رسائل مرعبة تم عرضها في فيلم أوبنهايمر تتحدث عن نهاية العالم. تتركز أحداث الفيلم على الفيزياء ومدرس الفيزياء النظرية الأمريكي روبرت أوبنهايمر، حيث سيحكي لنا الفيلم عمله كمدير علمي على مشروع مانهاتن لتصنيع أول سلاح نووي في تاريخ البشرية خلال الحرب العالمية الثانية. قد اشتهر هذا العالم بقولته الشهيرة عندما نجح في صنع أقوى سلاح مدمر في التاريخ: الآن أصبحت أنا هو الموت مدمر العوالم. قد استعان كريستوفر نوال بكتاب الإله الأمريكي انتصارا ومأساة العالم روبرت أوبنهايمر للكاتبين كاي بيرد ومارتن شيرون الذي نشر عام 2005 من أجل كتابة سيناريو. لأول مرة في تاريخ السينما قام المخرج كريستوفر نولان بتفجير قنبلة نووية حقيقية لتصوير مشاهد الفيلم بدون الاستعانة إطلاقا بأي مؤثرات صوتية أو بصرية. هذا هو أول فيلم للمخرج كريستوفر نولان لم يتم إنتاجه وإصداره من طرف استوديوهات وارن بروز. بدلاً من ذلك سيتم إصدار الفيلم من طرف استوديوهات يونيفرسال بيكتشرز. وفي فيلم أوبنهايمر يجسد النجم العالمي كيليان مورفي شخصية روبرت أوبنهايمر، بينما تجسد النجمة إيميل بلانت دور زوجته كيتي أوبنهايمر، مع تجسيد مادي لدور نيسيني جورفيز جونيور مدير مشروع مانهاتن أو مشروع روبرت أوبنهايمر. المواليد 22 إبريل عام 1904، توفى في 18 فبراير عام 1967، عالم فيزيائي أمريكي، عمل مدرسا للفيزياء النظرية في جامعة كاليفورنيا، وكان المدير العلمي لمشروع مانهاتن لتصنيع السلاح النووي الأول في الحرب العالمية الثانية. هذا الفيلم أعاد أحداث الحرب العالمية الثانية وما جرى من مأساة وقنبلة هيروشيما التي دمرت العالم بأجمعه. وصرح أوبنهايمر أنه ليس نادما على اختراع القنبلة، لكنه يفهم ويقدر ما حدث ولا يشعر بأن ما حدث كان صحيحا. صرح باكيا في حديث تلفزيوني القديم أن عددا من الناس رحل وعددا آخر بكى. الآن أنا أصبحت الموت ومدمر العالم. فيلم أوبنهايمر كان يتحدث عن تلك القصة. أخبرنا برأيك في الفيلم في التعليقات إن كنت شاهدته. لا تنسى أن تشترك في القناة لتدعمنا بالاستمرار، وإن أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، وشكرا لمشاهدتك.